شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وفي الحديث الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة المريض لا بأس طهور إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا اختلاف بينهما ولا تعارض، ولله الحمد والمنة، وذلك بالتفريق بين باب الإنشاء وباب الخبر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا في باب الدعاء، والدعاء من الإنشاء وليس من الخبر. فلا يجوز للإنسان في باب الدعاء إنشاء أن يعلق دعاءه بالمشيئة، وتعليق الدعاء بالمشيئة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والمتقرر في القواعد أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وأما الحديث الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد مريضا طهور إن شاء الله، فهذا في باب الخبرية ليس في باب الإنشائية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر غيبي بأن هذا الداء سيكون لك طهورا، أي مطهرا لذنوبك وخطاياك. ففي باب الإنشائية لا يعلق الدعاء بالمشيئة، وأما في باب الخبرية فلا بد أن يعلق الخبر المستقبلي الغيبي بالمشيئة. فبالتفريق بين الإنشاء والخبر يزول الإشكال بين الحديثين، والله أعلم.